وللتعليق على هذا الموضوع معنا مباشرة من برلين زميل بلال مرميد مسؤول القسم الثقافي بميديا وميديا تي في. مساء الخير بلال. مساء الخير عبد الله. دعني أبدأ معك بأبرز المواضيع التي تدور حولها الأفلام المشاركة، ما هي المحاور ندوات والنقاشات التي تحضر في هذه الدورة؟ نعم عبد الله، كما ذكرت في تقديم، يتعلق الأمر بأهم موعد سينمائي في بداية كل عام، على اعتبار أنه مهرجان برلين هو الذي يفتتح كل سنة مهرجانات الدرجة الأولى الكلاس A كما تسمى يعني عند صناع السينما العالمية، فيما بعد يأتي كان والبندقية ثم تورونتو. لكن مهرجان برلين الخاصية هو أنه المهرجان الأكثر ارتباطا بالمواضيع الآنية، بمعنى المواضيع السياسية بالخصوص. خلينا نكون واضحين، بمعنى أنه في هذا المهرجان تحضر أفلام ذات صبغة سياسية، لكن هناك أيضا أفلام هوليوودية تبحث عن جلب أكبر عدد من وسائل الإعلام العالمية. في هذه الدورة التي انطلقت أمس، تركيز على مواضيع آنية بالخصوص، ما يحدث في غزة، الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا كانت هناك عبد الله دعوة موجهة لسياسيين من حزب متطرف ألماني، لكن تحت الضغط المثقفين الألمان والأوروبيين والسينمائيين من مختلف بلدان العالم تم سحب هذه الدعوة، وبالتالي توجه نحو دعم يعني القضايا الإنسانية آنية، وهو أمر معروف به مهرجان برلين. حتى فيما يخص البرمجة عبد الله، الأمر يعني يبدو واضحا من خلال اختيار أفلام تشكل أمهات السينما أو ستشكل أمهات سينما عالمية في المستقبل، بمعنى أنه أفلام من مستوى عالي، لكن ذي مخرجين قد لا يحظون بتلك الفرصة في مهرجان مثل كان. أعطيك مثال، الفيلم الإيراني الذي عرض اليوم، هذا الشريط يستحيل أن يعرض مثلا في مهرجان مثل كان، My Favorite Cake، على اعتبار أنه مريم مقدش وبهتش سانحة مخرجتا الشريط تعرضتا للتضييق من سلطات طهران، منعتا من الحضور لمرافقة شريطهما، وهو بالمناسبة شريط شاهدته اليوم، شريط غاية في الإتقان عبد الله، غاية في يعني في بغض النظر حتى عن الموضوع المتناول إن كان سياسيا أو غير سياسي، حتى يعني الصنع الحرفة يظهر لك بأنه مخرجتان إيرانيتان من المستوى الرفيع. لكن عموما هذه هي التيمة، بمعنى أنه الجانب السياسي حاضر في مهرجان سينمائي، وهو بكل صراحة ولن أخفيك سرا عبد الله، الجانب السياسي دائما حاضر في مهرجان سينمائي عالمية، فقط أنه في برلين يبدو ظاهرا أكثر وأكثر من بقية المهرجانات. بالمناسبة بلا تحدث عن الأفلام المشاركة في المسابقة يعني الرسمية على الدب الذهبي، هناك 20 شريط سينمائي، منها فيلم تونسي آخر موريتاني لعبد الرحمن سيساكو. كيف يمكن تقييم الحضور العربي والإفريقي، ولماذا يعني لماذا يغيب الفيلم المغربي؟ سؤال وجيه عبد الله، والإجابة ستكون سهلة للغاية. فعلا يتعلق الأمر بثلاثة أفلام إفريقية، شريطان عربيان فقط في المسابقة على الدب الذهبي، شريط مخرجة تونسية مقيمة في كندا، يتعلق الأمر بمريم جعبر، وهي مخرجة سبق وذهبت لأبعد نقطة في سباق الأوسكار في صنف الفيلم القصير من خلال شريط براذرهود، هذه المرة تعود بأول أشرطتها الطويلة، سيعرض بعد غد هنا في برلين. الشريط بعنوان إلى من أنتمي، هي الترجمة الحرفية، لكن الغياب صراحة يعني مبرر وسبق وشرحناه ويمكن أن نشرحه في كلمات. يعني تحضر مريم جعبر، يحضر أيضا مجرب اللي هو عبد الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الذي سبق وأبدع فيلم تيمبوكتو، يعود بفيلم بلاك تي شاي أسود، ثم هناك الفرنسية السنغالية ماتي جوب بفيلم وثائقي داومي. فيما يخص عبد الله، فيما يخص عبد الرحمن سيساكو وماتي جوب، الأمر عادي لأنه الشريطان
السابقة لكل من سيساكو وماتي ديوب عرض في المسابقة الرسمية لكان. حين تمر من أحد مسابقات المهرجانات العالمية الكبرى تفتح كل الأبواب فيما بعد في وجهك حتى يكون الأمر واضحا بالنسبة للإنسان المتتبع. بالنسبة لمريم جعبر مرورها من مسابقة الأوسكار واقترابها من مراحل الحسم يعني يسر تقريبا طريقها نحو الاختيار لأنه اسمك يصير يروج له. وهنا أعبر لأجيب على الشطر الثاني من سؤالك بخصوص غياب الفيلم المغربي. أعتقد عبد الله بأنه ما ينقص هو أنه أن يتم الترويج للمجهود الذي نقوم به. في العام الماضي في كان هناك فيلم أسماء المدير وكمال الزرق في الفئة الثانية الأكثر أهمية في مهرجان كان فئة أن سيغتان غوغار. قلت حينئذ بأني أصفق، لكن يجب أن نبحث عن الاستمرارية، أن لا نعتقد أنه بحضور شريطين مغربيين فهذا يعني بأننا سنكون حاضرين فيما بعد في برلين وفي البندقية وفي تورونتو. لا نهائيا، الأمور لا تسير بهذا الشكل. يجب أن يتوجه الاهتمام أساسا نحو بيع المنتوج، بمعنى ممكن أن يكون عندك عبد الله فيلم ناجح، لكن الأهم هو أن تمهد له الطريق لكي يعرض للناس أن يوز ويباع بشكل جيد. وهذا هو النداء الذي سبق وجهناه في ميدي آن في عديد المناسبات، ونعيد توجيهه طبعا في هذه المناسبة معك عبد الله. شكرا جزيلا لك زميل بلال مرميد مسؤول القسم الثقافي بميديان تيفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.